عليكم، معكم خيات البهجة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد أو درس جديد. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو براسنا كيف العادة البلدي التقليدي. اليوم غادي نحاولوا على أننا نستهدفوا الناس المبتدئين في الطراسن، الناس اللي يلاه تيتعلموا الطراسن، يعني مثل الطرسان. اليوم غادي نخدمو من خلال الفيديو غادي نحاولوا على أننا نتكلموا على أربعة النقاط، غادي نلخصهم في فيديو واحد. غادي نحاولوا نخدموا يعني الكول داير، كيفاش كنخدموا الطرسان بالكول داير، يعني كنتعلم انني نخدم الكول داير بالطرسان ومفتل. مساله اخرى هو انني يعني غادي نخدم يعني القفطان او قميص، ما يسمى قميص نص طوق، يعني ماشي هابط. القفطان ملي تيكون هابط يعني محلول تاع لتحت تيكون ساهل في الخدمه، ماشي بحال ملي تيكون القميص حد هنا، لان هنا تيخص يكون عندي واحد التوازن يعني ما بين هذه النقطه ديال الكل وهذه النقطه والفتحه ديال 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 الطوق. مساله اخرى هو ان الفتحه ديال الطوق يعني بحال الشكل ديال الفتحه، يعني الى تعلمت نخدم هذه النقطه هذه كنخدم اي فتحه كيف ما بغات تكون، الفتحه ديال الجناب، الفتحه ديال الوسط، ديال الجلابه نص الطوق. مساله اخرى هو انني غادي اليوم غادي نتكلموا على الطريقه كيفاش كنفسخوا الطراسن، لان ملي تكونوا خدامين على الطراسن بزاف ديال الناس تتشكى، تيقول لك انا تنتعلم الطراسن تيتعكرش ليا ولا تيتجمع ليا. اذا هاد النقاط كلها هي غادي نحاولوا نلخصوها لكم في درس واحد او في فيديو واحد. اذا اول حاجه الاخت بشرى، التكوين الفردي. اذا تلبيه الطلب ديالكم، من خلال الطلب ديالك غادي نحاولوا نتكلموا على هاد النقاط كلها هي. لاحظي معايا على ان التوب ديالي طويتو على جوج، على ربعة عفوا، باش يعني نضرب الكول. غادي نفصل دابا وكأنني تنفصل في قفطان او قميص. اذا هنا علاش فصلت انا هاد يعني الكتاف وهذا، باش انني يعني نعرف كيفاش نخدم القفطان، لان القفطان راه هادو هما النقاط ديال القفطان او ديال القميص. فيه الكتاف يعني كيفاش غادي منين غنبدا البريم، ملي تنكون باغي، لان القفطان ديالي او القميص ديالي حدو هنا يعني ما مفتوحش حتى لتحت، ماشي محلول، فخصني نعرف منين نبدا البريم، ملي تكون عندي غير الطرسان ومفتل، يعني ماشي سفيفه. ديجا تكلمنا على السفيفة كيفاش كنخدموها في نص الطوق، ودابا غادي نتكلموا على الطرسن المفتل، يعني منين كنبدا البريم ومنين كنساليه. كل عندي داير كل داير الفتحة ديال الأمام. إذا الأهم من هادشي كامل هي هاد الفتحة، هادي الفتحة ديال هنا خصني نخدمها نتقونا. إذا هذا طرسان وهذا مفتل، كيف سبق لي شرحت لكم في الدرس اللي خاص بالتعريف بالأنواع ديال البريم. ملي تندير هكا كنبرمل عندي كيتحل البريم كيتسمى مفتل، ملي كنبرمل عندي هكا كيتبرمل البريم يعني كيتعقد كيتسمى طرسان. ملي تنكون خدام في الماكينه ديالي تنخدم في الطراسن، ما كنطلقش ما كنسيبش يعني القصبات ديالي هكذا ونبدا نخيط، لا، لان هكذا يعني تيتحل البريم وما تيتفسخش، فتنحل يعني تنحل واحد 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 المسافه واحد يعني واحد الطول في البريم، يعني ديك الطول اللي غادي يقدني، وكنعقدو هكا بهذه الطريقه. نعاود معكم، ملي تيكون عندي الكسبات تيكون عندي الامر سهل، تنزير مزيان كنخشيه من الوسط هكا بهذه الطريقه، وكنرجعو نخرجو من بين الكسبات هكا بهذه الطريقه، تيولي عندي بحال بهذه الطريقه هذه كنفسخو، كنولي خدام وتنفسخو، يعني كنخدم شويه تيبدا يتعكرش تنبدا نفسخ في البريم هاك. هذه هي الطريقه بالنسبه للناس اللي تيخدموا بالكرتون، يعني الناس عفوا الناس اللي تيخدموا بالخلخال ما تيخدموش بالقصب، فيكفي انهم يديروا غير هذه العقده هذه هكا
يعني في الكارتون، حيت البرام كيجي لنا البريم في الكارتون، ونبدا نفسخ بحال هكا، داك الكارتون تيبدا يدور. ملي تاني تنقرب يعني تنولي تيصغر عندي المسافة باش فاش خدام في البريم، تاني تنعاود نفك تاني واحد طول معين، وتنعاود تاني يعني نفسخ تاني داك الشيء اللي خدام فيه، وغادي تنفسخ ونخدم، لانك قد ما تتخدم قد ما تتعكرش ليك البريم ديالك او لا تتلوى. اذا هذا مفتل، هذا ترصان. اهم حاجه من هذا الشيء هو منين غنبدا نفتل ومنين غنبدا الترصان. اذا ملي تيكون عندي القميص، والقميص هو القفطان اللي تيكون مسدود من القدام، يعني ما تكونش مفتوح حتى لتحت، كنسميوه قميص باللغه يعني ديال الحريفيه القدام. ملي تيكون عندي قميص، هاد الكتاف كنزديهم غير بالماكينه هكا، هادشي ملي تنبغي نخدم بالماكينه، ماشي ملي تنبغي نخدم باليد، انا كاين فرق. كنزدي الكتاف، اذا هما الكتاف مزيين، ها القدام يعني كل طير، هذا الخلف، هذا القدام، هذه الفتحه، لاحظوا معايا هذه الفتحه. اذا هنا كنتاكد ان في الفصاله ديالي ان هذه المسافه راه يعني راه مقاده، يعني ما كاينش تفاوت. كنعاود نشد هادو، كنتاكد على انهم مقادين، يعني هذا الكل هذا راه مقاد. عاد كنبدا الخدمه ديالي. هنا عندي جوج طرق، الا كنت غندير هنا غير نفتلو ترسان في الكتاف، يعني ممكن ندير غير مفتل الطرسان، ممكن ندير مثلا جوج مفاتل وجوج طراسن، على حسب. ممكن ندير جوج مفاتل من هنا وجوج طراسن من هنا، وممكن ندير مفتل من هنا ومفتل من هنا وطرسان من هنا وطرسان من هنا. انا غادي نخدم بمفتل وطرسان ونبدا من هنا، باش ما تكونش عندي القطعه في البريم او في الطرسان ديالي هنا الوسط، كنبداها من هنا، باش ملي كندور بالمفتل كندور المفتل ديالي حتى لهنا كنخرج، وكندخل بالطرسان كندور من هنا تنبقى حتى كنسالي وكنخرج من هنا. يعني المساله سهله، ما فيهاش شي اشكال. المهم هذا الشيء غادي يدوخكم، غادي ندير واحد الطريقه قدامكم بقاو ديروها، طريقه واحده تكفي. اذا كنبدا بالمفتل، هذا مفتل تعمدت نخدم باللون مفتوح باش يبان لكم. ملي كنجي لهنا الكول ديالي راه كنشد سونتيم ديالي، و تنتم غالي عليه سونتيم ديالي بواحد سونتيم واحد، و كنتم غالي عليه هنا سونتيم، كندور سونتيم واحد و كندور، لان كاين اللي كيدخل حتى لهنا كيدخل قبل ولا كيخرج تيمشي تا الراس، و تيدير العكس في الجهة الأخرى. إذا هادي هي أهم نقطة نتذكرو عليها، هي الأولى، أهم نقطة هي هاد الفتحة. هاد الفتحة ملي كنوصل هاد الفتحة، وخا اللون يعني اللون مفتوح. اذا ملي كنوصل هاد الفتحه هادي، ملي كنقرب ليها ما كنمشيش نيشان هكا، غير تنقرب تتبقى لي واحد جوج سنتيم، كندخل الوسط، لان الوسط هذا هو راس الفتحه، يعني انا خصني نوقف هنا. والطريقه باش كنتم جاي بشكل في، يعني كندير قد ماشي تنجي داير، ما كندورش هكا، كنجي يعني كندير قنت ورجع في نفس البلاصه، كندير قنت ورجع، ماشي كندور. يعني هاد الطرس هاد المفتل الاول كيدير غير قنت، ما كيدورش، حيت دابا كاين اللي تيجي حتى للسطوق هنا وتيدور تيكبر الدوره. ملي تتكبر الدوره في الثاني والثالث تتولي كبيره بزاف، ملي تتولي كبيره ملي تتجمع بالعقل ولا شي حاجه تتولي واحد البويطه هنايا. اذا هنا في الخدمه لاحظوا معايا، نحيد هذا، كندير قنت، كنهبط البرا، كنهز الصباط، وكندور في البلاصه، كنخرج تاني ا زيرو.
هكذا وتمشي مع الفونكشن ديالي. كيولي عندي هنا قنت، هنا كيبقى عندي قنت ما تيكونش داير. سنتيم ديالي وندور ما نفوتش سنتيم. إذن هنا بديت نفتل من هنا، غادي نخرج من هنا باش ما نكترش عليا، ما نوليش داير ثلاثة طراسن أو لا جوج فاتلو طرسان واحد. هنا بديت من هنا بالمفتل، دورت الدورة الأولى ما قصش كاع الكل هنا وخرجت من هنا. كنعاود نرجع من نفس البلاصة ولكن كنرجع بطرسان، مكنرجعش من المفتل. هنا غادي نرجع بالطرسان. إذا في الكول من الخلف كندوز هاد الطرسان، ماكفي ماشي ضروري ندير المفتل تا من الخلف. إذا كنجي لهنا كنحبس كنرجع شوية اللور وكنفلح التوب هكا باش أنني باش نقدر نتني، كنفلحو باش أنني تنيه لداخل. ودائما التقويرة ديال الكول، الدورة ديال الكول كنفلح التوب باش يتسنى باش يدور. ملي تنبغي ندور تنهبط البرا ونهز الصباط ونقاد التوب ديالي مزيان، ندخلو لداخل ونبدا تاني خدام. ركزوا معايا مزيان في هذه النقطة. إذا هذه هي النقطة اللي كانت على شكل V، يعني التوب ديالي راه كنفلحو باش أنني ندخلو لداخل. كنجي حتى لهذيك النقطة كذلك، كنهبط البرا تنهز الصباط وتندور، كندور في البلاصة وكندوز على المفتل ديالي، كنتبع أنا غير المفتل ديالي باش كتجيني هكذا. إذن هادي التقويرة ديال الكول، تنزيد ندور يعني كنزيد التاني والتالت، يعني كنزيد ندور على المفتل ديالي على الطرسان ديالي مكنخرجش من هنا، كنزيد ندور باش نكمل ثلاثة الدورات ديالي أو ربعة. داكشي اللي بغيت نديرو في الطوق، ندير ربعة طراسن وجوج مفاتلو ولا ندير ثلاثة طراسن وجوج مفاتلو. إذن هنا كنزيد التاني الطرسان الثاني. إذن هنا تعمدت نوقف ملي كنوصل هنا. دابا عادة كتبدا عندي الدورة، دابا عادة كنحاول في الخدمة يعني هدي راه الفتحة، كنحاول أنني نهز الصباط وندور، يعني تالت يعني الطرسان التالت عادة كنبدا نبين الدورة. أما إلا بينت الدورة من الديبار من الأول راه تتبدا هاديك الفتحة. إذن هنا تيبقى دائما هذا قنت مقاد هكا يعني قريب لبعضياتو. واحد المسألة مهمة، واحد الخطأ تنطيحو فيه يعني ملي تيكون يلا بدينا كنتعلمو، هو انه في التقويرة كنبداو خدامين هكا. هذا خطأ مخصنيش نخدمو، خاصني نحاول نخدميه شوية جوج ضربات ثلاثة تنبقى تنهز الصباط وتندور مع الكل بحال هكا، يعني تنخليه هو داير هكا وانا تندور معاه، يعني في الخدمة كندور معاه، كنحاول انني ندور مع التقويرة ديالي هكذا، ماشي انا كنجرها باش تتسرح وفي الاخر تنقول علاش الكول ديالي ما تجيش داير، باش هكا تيبقى داير هو من الديبار تيبقى داير، ما نحتاجش انني نصلحو بمصلوح باش انني ندورو. والبلاصة اللي مقادة هي اللي نجروها بحال هكا باش تبقى مقادة، يعني تم غادية نيشان. إذا لاحظوا معايا وصلت هنا، هنا بعد ما درت ثلاثة طراسن مورا داك المفتل كنوصل هنا وكنخرج من الجهة، يعني حيت دخلت من الجهة اليسرية غادي نخرج من الجهة اليمنية هكذا وتنسالي. إلا كنت غادي نكتفي غير بالمفتل الأولاني والطرسان وثلاثة الطراسن
راه تنحبس هنا، كنت غادي ندير يعني نختم بالمفتل في الاخر، راه غادي نعاود ندخل من هنا، غادي نعاود ندخل من اليسر بالمفتل نيت، يعني غنجي اليسر وغادي ندخل بالمفتل باش كندير الترسال الوسط. كنعاود ندخل من اليسر باش كنخلي الترسان الوسط، وكندخل وكندور. القاعده الثانيه هو اننا دائما في الخدمه دائما داكشي اللي خدمنا تيبقى في اليمين، ماشي كنجيو هكا تنخليو الخدمه في اليسر ونبداو خدامين هكا، لا دائما الخدمه ديالنا، لان دائما البرا ديالنا مريقله على ان تخدم الترسان في الجهه، يعني البرا كتجي في الجهه اليسرى. اذا داكشي اللي خدمنا خصو يبقى في اليمين، يعني الحاشيه ديالنا دائما كتبقى في اليمين، والطبله ديالنا واسعه هنا كنحطو فيها الثوب، مفهوم؟ داكشي علاش عندنا الطبله من اليسار واسعه ومن هنا صغيره، يعني الحاشيه كتجي في اليمين وسميتو والطبله او الثوب الداخل ديال الثوب ديالي تيبقى في اليسار. اذا هنا غادي ندور على اذا ملي غنوصل للبلاصه اللي دخلت منها كنزيد ندور، يعني كنزيد ندور على الكل من الخلف. صحيح انني كندور بالمفتل في الخلف، ولكن هذا احسن، يعني احسن من انني نبقى نزدي في الطرسان الوسط، نقطع ونزدي في كاين اللي كيقطعوا ويزدي في الكل هنايا، وهذا ديفو. يعني باش ندير الديفو اللهم ندور بالمفتل في الخلف، ان هنا ملي كنجيو العدد راه تيبقى هو العدد، يعني هنا عندنا جوج مفاتل من الورا وثلاثه الترسان من الوسط، وهنا عندنا اربعه الترسان. اذا صحيح على ان هنا يعني زايد واحد الترسان، ولكن ماشي مشكل، يعني ماشي شي حاجه اللي كنخرج من هنا، دخلت من هنا وكنخرج من هنا، وتضوبل عندي هنا المفتل باش نتجاوز هذاك الديفو، يعني هنا دوبل عندي نفتل باش نتجاوز هذاك الديفو ونبقى نزدي هنايا. وبهذه الطريقه هذه كنكونوا سالينا، يعني سالينا الخدمه ديالنا في نص الطوق. غادي ننتقل للطبله، اذا هذه هي النتيجه النهائيه. الفيديو طولته شي شويه، ولكن عطيتو حقه، كي تنقولوا عطينا حقه لانه يستحق، يعني تكلمنا على بزاف ديال النقاط. الفتحه اهم حاجه هي الفتحه هذه، الا عرفت نخدمها بهذه الطريقه هذه، يعني اي فتحه كنخدمها يعني بطريقه ناجحه. كنظن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.